نمليو صحة الأضحية، يعني المستهلك يروح للسوق واش هما العيوب اللي ما يقدرش يشري هذيك الأضحية، ما يلزمش يديها، ما تجوش للأضحية؟ نعم، أولا لازم يعرف أنه الإنسان كما قلنا يشتري واش شافت عينه في المخير. نعم، قل لي بالله عليك تفضل. والمستهلك راه يتبع فيه. نعم. خاصة الأمهات. نعم، لما توصي الراجل تقول له وليدنا حيتزوج ويقول لها جيبي لي كبش العروسة، واش من الكبش تخيروا؟ تقول له جيب لي هذا الكبش العريض والسمين وبالقرون اللي عنده القرون. نعم، هذا للعروسة. نعم، فما بالك برب العروسة، ألا يستاهل كبشا أحسن منه؟ نعم، فاحنا ماذا بينا لازم نخيره. صح، باش نخيره لازم نشوفه، أولا نشوفه الأنف دياله. نعم، الأنف دياله كما يقول البياطرة لازم ما يكونش فيه يسيل هذاك المخاط، وهذاك المخاط يكون ملون. نعم، صحيح يقدر يكون مخاط لكن المخاط هذاك يكون شفاف. نعم، هذا معليش يقدر يبرى، لكن إذا كان مخاط ملون بالأخضر أو الأصفر هذا راهم بقريبي، هذا راهم بركل. نعم، هذا راهم مريض، ولو كانت تديه انتايا راح يزيد يمرض لك ويقدر يشيان لك ويقدر حتى يموت لك. نعم، فالإنسان وش يدير؟ يتفاداه. إذا صراله بعد ما شراه جاء هذاك المخاط فيروح البلدية ويشوف ويعطيه. كاين أيضا قضية القرون ولا بلا قرون. نعم، طبيعة الحال القرون هو ليس عيب. نعم، لكن قرون مكسر هو عيب. كيفاش نعرف بلي هذاك القرون راهو مكسر؟ نعم، الكبش اللي ما فيهش قرون ماشي عيب، لكن الكبش اللي فيه قرون مكسر هذاك يعتبر عيب. فالإنسان وش يدير؟ يختار غير ولا ما كانش، الله غالب. الأستاذ سمير، وعلاش الأسعار راهي مرتفعة؟ يعني المستهلك الجزائري ما قدرش يشريه، قليل اللي راهو يشري أضحية العيد. للأمانة نحن كحماية المستهلك. نعم، وحنا كي نروحوا للسوق يقول لك أنا موال، أنا هادي وكلته شربته. إذا سألت لك الموال تقول له علاش الكبش غالي؟ يقول لك العلف غالي. نعم، وكي تقول له هنا يقول لك العلف، نقاطعك هنا اسمح لي، يقول لك العلف غالي يعني والدولة الجزائرية راهي تعاونهم في العلف. نعم، نعم، مدعم. نعم، لماذا؟ مدعم الفلاح وهو موال. نعم، ولا هو سمسار ما عندوش علاقة، هو شراها شهر من قبل. لكن قلت لك من الطرافة كي تقول له علاش الغلا ينسب روحه للفلاح يقول لك العلف غالي. نعم، ما كي تقول له اللحم مليح واش يقول لك؟ يقول لك ها اللحم مليح عام كاع هو يسرح. نعم، وين يسرح؟ انت قلت لي العلف يعني كنت توكله العلف. نعم، ما كنتش تسرح به. وما كي تقول اللحم مليح يقول لك عام كاع هو يصرح، فهناك تناقض هو ما يفيقش. نعم، فايضا هناك يعني نقص، وهذه رساله لرؤساء البلديات يتحملون المسؤوليه، يعني شطر من المسؤوليه، عدم وجود وتهيئه المساحات الضروريه لبيع هذه المواشي في اطر نظاميه منظمه، فنجد بعض الانتهازيين اللي الله سبحانه وتعالى رزقهم ووفقهم أن الدولة أعطتهم. نعم، أراضي فلاحية مجموعات باش يستغلوها الفلاحة، وما وش ولاو يديروا ولاو يكريوها لهاد السماصرة ويعطيو لهم الأماكن باش يبيعوا، وبالتالي هذاك الكراء يكون غالي تشعل النار فيه، وهذاك النار هذيك راح يزيد الثمن هذاك تاع الكراء للكبش. وشكون يتكوى؟ يتكوى الإنسان اللي حب يطبق السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ سامير، المواطن الجزائري كي يشري الأضحية ديالو كيبقى نهار يقول لك ما نوكلوش، على ما يوكلوش؟ نعم، هو أنا شفت بعض الناس ظهروا في القنوات يقول لك ماشي مليح تصوم الكبش، ماشي مليح ما توكلوش، لازم توكلو. لازم نفرقوا بين تصويم الحيوان كيما تصوم بوجغللو قبل ما تاكلو، وبين أنك توقف له الماكلة، ماشي صايم توقف له. بالله عليك أنت لما تتعشى ومن بعد ترقد هل راك صايم؟ ما راك صايم، وإنما راك توقفت على الأكل باش السلسلة الهضمية ديالك أو الجهاز الهضمي ديالك يرتاح. فالكبش هو ما يعرفش، الكبش ما دام عنده قدامه الماكلة فيأكل في كل وقت، ولو على الزوج تاع الصباح ولو على الربعة تاع الصباح. فأنت وش تدير؟ لازم تحبس له الماكلة 12 ساعة قبل ما تذبحه. نعم، وهذا ليس تصويم.
فنبه كاين ناس بزاف ناس ماشي في هذا الدومين راهم يهضروا بك. انت علاش دير له هذا الشيء هذا؟ لانه اللحم ديالو الانسان كي الكبش كي بدا ياكل ومن بعد تذبحه مور ماكله نعم اللحم ديالو يفرز انزيمات. نعم شكرا الاستاذ سمير القصوري. مشاهدينا الكرام.